بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم ويا هلا ومرحبا وحياكم الله في منطقتكم في الجهرة وفي المؤتمر الخاص بتقديم اللاعب الكابتن عبد الكريم حسن كيمو، اللاعب الدولي، اللاعب الأسيوي، اللاعب العالمي، اللاعب الذي أصبح اليوم انطلاقته في التجربة الجديدة في الدوري الكويتي عن طريق نادي الجهراء. ونقول له يا هلا ومرحبا فيك، وسوف تكون إضافة للجهراء وللدوري الكويتي، وبإذن الله إن شاء الله يكون عون ومساعد في تطوير مستوى الجهراء، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من البطولات على مشاركته وعلى إضافته للفريق وللدوري الكويتي. وأنا متأكد بإن بإذن الله إن شاء الله يا كابتن بأنك أنت اليوم تقدم اللي يعني المستوى المنتظر منك، ومتأكدين بأنك أنت تكون إضافة للاعبين المحليين واللاعبين المحترفين اللي يعني في نادي الجهرة والدوري الكويتي، وبإذن الله إن شاء الله نفرح معاكم. نقول لك يا هلا ومرحبا وحياك الله في ناديك.